صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم لسنة 2017. نص المرسوم الأول على تعيين سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظا للمحافظة الجنوبية، وتكون مدة تعيينه في المحافظة المذكورة 4 سنوات، فيما نص المرسوم الثاني على تجديد تعيين السيد نواف محمد المعاودة أمينا عاما للتظلمات في وزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة، وذلك لمدة 5 سنوات. وجاء في المرسوم الثالث بأنه يعين الشيخ حمد بن عيسى بن إبراهيم الخليفة مديرا عاما لصرح الميثاق الوطني.